وليكم كلكم يا مصريين اللي بتسمعوني، موضوع أزمة الدولار كاشفة يا جماعة، وبتقول لنا إن إحنا لابد إن إحنا الفاتورة بتاعت الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة، ومش مش بتجاب بيها سلع ترفيهية. ده تطور للاقتصاد المصري يا دكتور مصطفى، والتطور ده إن ما كناش إحنا نقدر نسابق الوقت ونحقق إن جزء منه يتحول لفرصة لينا، بإن أنا أنتج جزء كتير أو جزء كبير من المستلزمات والمنتجات اللي بنجيبها من بره، منها أزود الناتج المحلي، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، منها إن أنا أشغل عمالة مصرية، أشغل ناس في مصر. ثم الحاجة التانية، طب ما دي في عوايد يعني للضرايب والكلام اللي هو اللي ترتب على التشغيل يعني. وبعدين أنا ما بقولكمش أبدا في أي مشروع دلوقتي استهدف التصدير بس، لا، استهدف انك تغطي الطلب في مصر. الطلب في ايه؟ من فضلك اوعى تفتكر الكلام ليك انت، والله الكلام اللي انا بقوله ده لكل زمايلنا اللي موجودين اللي هم يهمهم ان مصر تستقر وتنمو وتكبر. وعمرها ما هتكون كده غير لما الحكومه مع شعبها، مش انت هنا وانا هنا، الكلام ده انا دايما بقوله، احنا دايما مع بعض، لان النتيجه مع بعض افضل كتير ما تحس انك لوحدك. طب انا مش قادر اوصل لكم الحته ديت من خلال مؤسساتنا. مؤسساتنا اللي هي ايه؟ مؤسسات الدوله المصريه، مش كده؟ بدليل ان الدكتور المهندس محمد بيقول لي والنبي خليل الرخصه الذهبيه تبقى اوسع من كده واطول من كده. طب هو بيقول كده ليه؟ لان احنا عندنا، والكلام اللي انا برضه قلته قبل كده وبقوله بقى دلوقتي للقطاع الحكومي في مصر، ساهم معانا في انك انت تنجز ما يمكن، وكأن العمل ده بتعمله لنفسك مش للمستثمر اللي احنا عايزينه يشتغل.